طيب خلينا نبدا مع حضراتكم اخبارنا النهارده والخبر اللي, اللي موجود على كل السوشيال ميديا ولا كده حضراتكم تبعتوه هو خبر استبعاد احمد حجازي وخلينا ناخد برضو الجزئيه خلينا نقرا لحضراتكم الاول حجازي واللي كتبه وبعد كده نتكلم على ملامسات الموضوع على احمد حجازي مدافع منتخب مصر على قرار خروجه من معسكر المنتخب قبل مواجهه بوتسوانا في الجوله الثانيه من التصفيات وكتب حجازي على ستوري على انستغرام لم اعتذر عن معسكر المنتخب وتم استبعادي من المدير الفني لمنتخب مصر صباح اليوم وكمل كلامه للرد على الموقف اللي كان حصل في مباراه امس امام كاف فيردي ما اعتذر اعتذرش ما اعتذرتش على المشاركه والمشاهده اللي كانت موجوده وظهرت للناس هو رد فعل على كلام صدر من احد افراد الجهاز الفني وعلى مرأى ومسمع من الجميع وكمل حجازي كلامه وتصريحاته وقال على مدار 13 سنه في المنتخب لعب 100 مي مباراه دوليه وما شفناش الحقيقه منه اي حاجه وهو الراجل بيتكلم ما فيش اي تصرف سلبي حصل ودايما مصلحه المنتخب اهم من اي شيء بالنسبه له واتمنى التوفيق المنتخب الوطني وكان مصدر مسؤول بمنتخب مصر برضه وضح عصر اليوم عن اعتذار احمد حجازي عن الاستمرار في معسكر منتخب مصر لظروف خاصه وخروجه من حسابات الجهاز الفني للمنتخب مع الكابتن حسام حسن قبل السفر لبوتسوانا فالحقيقه لما تيجي تبص للقصه برضه وتشوف طريقه لعب الكابتن حسام حسن امام كاب فيردي وطريقه اللعب كمان مش امام كاب بس يعني اللقاءات اللي خاضها الكابتن حسام حسن حتى الان هو بيلعب بشكل واضح للجميع وهو شكل الضغط العالي والضغط اللي بيعمله كابتن حسام حسن بكل اللعيبه اللي موجوده بكل العناصر بتشوف تريزيجيه في الملعب ومرموش وصلاح ومصطفى محمد وزيزو بتشوف كل العناصر اللي موجوده هي عناصر كلها هجوميه فهي في الاخر بتختلف من طرق لعب كل مدير فني كل مدير فني عنده حدوته في دماغه عايز اللعيبه اللي معاه له في, في الملعب، فكل واحد بيدور على مصلحته فين؟ عشان الناس اللي بتتكلم على جزئيه لو انت مش هتلاعب حجازي طب انت ضميت احمد حجازي ليه لمنتخب مصر؟ انا هنا مش عايز برضو اخد صف حد على حد ولكن انا بقول وجهه نظر عن الاحداث او عن طريقه لعب هي وجهه نظر فنيه عن اللي حصل وهو ان احمد حجازي كان موجود على مدار سنوات طويله مع منتخب مصر. انت دلوقتي لما حمدي فتحي لما كابتن حسام حسن راح لحمدي فتحي في حته السنتر باك هو عايز حد يطبق له لعبه لان انت بتلعب بضغط عالي وهجومي بطريقه وبشكل شفناه فانت المرتدات عليك كلها هتبقى عايزه حد ببروفايل معين وهو ده اللي كان بيدور عليه الكابتن حسام حسن فمع اصابه اه او مع غياب محمد عبد المنعم واعتذاره وعدم وجوده مع منتخب مصر فابتدى يلجا كابتن حسام حسن لحمدي فتحي من هنا تظهر ان انت ممكن تخش في مشكله او حاجه ولكن خلينا برضو نقول حاجه ان انت منتخب مصر فوق الجميع ومنتخب مصر انت بتدايما وانت كلاعب في منتخب مصر بتبص على المنتخب محتاج ايه وبتنفذه كابتن حسام حسن نفسه كان بيقعد دكه في وقت طويل جدا قعد دكه لعيبه كتير عماد متعب وعمرو زكي وميدو شفنا لعيبه كتير وكان كابتن حسام حسن نفسه كان قاعد على الدكه وقتها مع الكابتن حسن شحاته وكان بينزل وبياخد اربع وخمس دقائق فهي المشكله مش في مين هيقعد على دكه البدلاء او او طريقه اللعب انا شايفها كمدير فني ايه اللي هيناسبني وهطبقه باللعيبه اللي انا مقتنع فنيا بيها وده اللي حصل في قصه احمد حجازي ايا كان ممكن يكون هو الراجل شايف ان هو الافضل بالنسبه له ان هو يبدا برامي ربيعه وحمدي فتحي وكان موجود احمد حجازي عشان ما على دكه البدلاء او ممكن يستعين بيه في اي لحظه ولكن في الاول وفي الاخر انت بتبص على مصلحه منتخب مصر لان منتخب مصر هو اللي في الاخر اللي, اللي انت مستنيه يوصل لكاس الامم الافريقيه مستني يشوف يوصل لكاس العالم مستني يحقق البطولات مستني يستعيد هويته وشكله آه الطبيعي اللي انت دايما متعود عليه لمنتخب مصر في الاخر احمد حجازي مش موجود مع منتخب مصر نزل استوري وكتب انه هو تم استبعاده زي ما اتقال من مصدر داخل منتخب مصر هو تم استبعاد آه او اعتذار آه احمد حجازي على المنتخب مصر وتم استبعاده من قبل المدير الفني اولا واخيرا هي وجهات نظر فنيه من الكابتن حسام حسن واحتياجات ايضا فنيه لما تيجي تبص برضو على اللي حصل للكابتن حسام حسن بعد اصابات مصطفى محمد وعمر مرموش هتلاقي في الاخر هو جاب احمد عيد فهي انت كمشجع مصري ايه اللي, اللي بتفكر فيه دلوقتي انا انت عندك اصابتين في, في جزء في الملعب ولكن انت بتستدعي احمد عيد عشان يكون موجود في منتخب مصر فهنا هي وجهات نظر فنيه عندك لعيبه طبعا عندك لعيبه في الدوري المصري وعندك لعيبه تقدر تلعب في الحته دي لكن هو في الاخر كابتن حسام حسن هو اللي ليه القرار هو اللي عايز هو اللي شايف ايه اللي ممكن هيفيده في مباراه بوتسوانا هو شايف ان هو محتاج باك رايت باك ليفت سنتر باك محتاج لعيب في وسط الملعب هو في الاول وفي الاخر هو عارف احتياجاته كويس جدا وهو اللي مقدر بشكل كويس جدا المباريات اللي جايه او المباراه اللي جايه شكلها عامل ازاي امبارح في مباراة منتخبنا الوطني وكاب فيردي خلينا نروح ناخد زميلنا خالد رزق على الهاتف نفهم منه لأنه كان متواجد امبارح في أرضية الملعب أثناء اللي حصل ما بين أو المشدة اللي حصلت مع أحمد حجازي وأحد